البدني يا كابتن ممكن تبقى بدايه طريقك، ولكن عشان تكمل حقيقي مش هيبقى بدني طبعا. لازم هو شاف مهاره معينه اكيد. واللي تعرف عن حضرتك ان انت كنت من المدافعين المهاريا عاليين، يعني تحب ما بتطفش بالبلدي، يعني مش تاخد الكره تطفش، لا بتحب تاخد الكره لازم تسلمها من رجل لرجل. فممكن ده يبقى في البدايه، ولكن بعد كده استمرارك كان مجهودك ومهاراتك. هو بص يا هيثم، تاكيدك لكلامك المهاره جت من خلال المراحل السنيه، يعني احنا المراحل السنيه كل شغلنا تحت كان بيبقى عباره عن المهاره، والمهاره تفضل شهر شهرين ثلاثه لحد ما الناس تتقنها، يعني صحيح. جميع المهارات. فكانت اصعبه مهاره ضرب كره براس، ومهاره ضرب كره براس دي يعني انا ساعدت نفسي فيها بشكل كبير جدا. وبعد كده المدربين ساعدت نفسك ازاي يا كابتن؟ يعني وانا مروح مره من المرات كده لقيت راجل بتاع بالونات ماشي، فاديته الشساغ، فاخدت منه اربع بالونات. فلما اخدت الاربع بالونات خدت منهم بالونه نفختها، واخد بالك زمان بيوتنا القديمه السقف العالي وبعدين السلك اللي فيه اللمبه طبعا. فروحت جايب كرسي ومعلق البالونه، فنزلت بقى شكلها حلو كده واخد بالك، متعلقه قدامك فامي الله يرحمها طلعت من المطبخ فقالت عيد ميلاد مين ده النهارده؟ قلت لها حاجه بس خش كلمي طبيخ بس، مفيش عيد ميلاد ولا حاجه، انا هعمل عيد ميلاد مع نفسي يعني. وبدات ابص كده يا هيثم محمد، فلقيتها بقى يعني عارف حمرا بقى كده وجميله وشكلها حلو، فرحت رايح ناطط لعبها بدماغي. الله، رحت مكرر قعدت ساعة اشتغل على القصة دي، كل يوم بعد التمرين اجي اشتغل كده. شفت انا وقفت على حتة اساعد نفسي. برافو عليك طبعًا. يعني لان طبعًا. هو هيساعد نفسه ازاي؟ صحيح. خلي بالك البالونة وزنها خفيف، فانت لما بتيجي تلعبها اي درجة او اي زاوية بتخلي البالونة تروح في اتجاه غريب. بالظبط. فانت اديتك حساسية في راسك كل حاجة بقى بالزبط. يعني حتى في تعليم المهارة بعد كده اكتشفت لما جت مهاره ضرب كره بالراس جه دورها، فلقيت المدرب بيوقف القاطره كلها، بص ماهر بيعمل ايه الله، والمهاره بتاخد بقى ايه يعني بتاخد مننا ايه اسبوع 10 ايام شهر انت متقنها اصلا، فانا شغال بقى طول الشهر انا النجم النجوم فيها إيه وقف فلقيت نفسي كل حاجه بتتعمل بجرب رجلي الاثنين اطلع اعلى ولا برجل ورجل. شفت واخد بالك زي الممثل لما بيتقمص دور الشخصيه. ايوه طبعا، واشتغل على الهيستوري. انت عملت كده، انت تقمصت دور المدافع لازم يعمل ايه بالظبط وعشت ده في حياتك بالظبط، وهو ده سر عبقريه يعني نجم كبير قاعد. يعني انا عايز اقول لك حاجه يا هيثم، كل صوري اللي تلاقيها انا طالع في الهواء. صحيح كده، خلاص. وبعدين طالع في الهواء انا مفتحها، يعني انت تلقائي ما بتقفلش بلا شعوريه، لو الكره جت هتلاقي نفسك مغبط عينيك. والله يا كابتن انا عايز رساله تروح للاعبين الموجودين دلوقتي، لان احنا كابتن وجود قامه زي حضرتك بجد لو الحوار ده يا جماعه ما استفدناش منه صحيح. يبقى احنا اهدرنا حاجات كتير جدا صحيح. بعض اللاعبين لازم يسمعوا كابتن ماهر حمام، بص انت عدد الساعات اللي بيشتغلها على نفسه عشان خاطر هو عايز ينمي مهارات، عشان خاطر عايز يبقى افضل مدافع. البعض كده. دلوقتي لازم يفهم ان وقته في الكوره قليل، وقتك بعد الكوره كتير، اعمل اللي انت عايزه بس اتعلم من قدوه زي كابتن ماهر حمام بيكلمنا في حاجات فيها احتراف قبل ما يجي الاحتراف يا كابتن. طب هحكي لك حاجه كمان يا محمد يا هيثم، كابتن صالح لما يعني كان بيقعد معانا بقى طبعا، فقلت له يا كابتن انا كنت بعمل كذا كذا، قال ما انت فقير بقى انا اغنى منك بقى. فقلت له ازاي يا كابتن؟ قال لي كان عندنا نجا فاهمه واخد بالك، وفي نهايتها فيها الكوره اللي احنا بنولع منها النجا كريستال اللي فطول ما انا نازل تك وانا طالع تك، قلت يا خرب يعني بص. فقال لي خد بالك الموهبه كده، كل واحد موهوب ربنا مديله حاجه. انت كنت بالبالون، انا بالكره دي، عايز يوصل يا كابتن بيوصل. مهم يا كابتن بالظبط، ودي الرساله لعبتنا، ودي حاجه احنا الحقيقه يعني شايفين ان هي الاكبر اللي عمل تاريخك هو اللي حضرتك بتتكلم